معكم حتى الماضي ساعتين في مع الناس، البرنامج اللي ياخذ الاخبار من عندكم انتم، تكونوا مراسلين مواطنين يوميا، جزء من الاعلام وصانعي اخبار. هذا اللي نحبوكم تكونوه، توصلوا اخباركم وشهاداتكم، وزادة تكونوا جزء من التغيير. علاش ليه؟ في كل يوم الماضي ساعه ونص حتى الماضي ساعتين، هذه حلقه جديده، حلقتنا على 2/7/2022 من مع الناس. انتم تسمعوا في مع الناس مع زينب المالكي. البداية من بنزرت وحادثة هزت الرأي العام نهاية الأسبوع. امرأة متزوجة عمرها 20 عام حامل في شهرها الخامس تطيح من فوق سطح دارها الكاين بحي الصحة في بنزرت. الله يرحمها وينعمها ويصبر عائلتها. تفاصيل الحادثة هذه بعد شوية لهنا في مع الناس. زاد نحكيوا على حادثة صارت نهاية الأسبوع، وفاة امرأة في العقد السادس من عمرها أصيلة منطقة الهرهارة في سبيتلة من ولاية القصرين، تتوفى بعد عملية دهس بجرار فلاحي. حكاية صارت بعد عركة. التفاصيل متاع الحكاية هذه مباشرة بعد شوية في مع الناس. خليكم معانا، زاد نكمل البرنامج من سوسة والمنستير، ونحكيوا على بلاغي جينا من مواطنة على مركز لتجميع وحرق الكوابل النحاسية المسروقة. سرقة الكوابل هذه في تونس الكل. بعد شوية شهادة جينا من سوسة والمنستير تاخذوا تفاصيلها في آخر حلقتنا لليوم مع الناس. في نشرة أخبار المواطنين أنت الصحافي، اطلبونا على 58 550 707. البداية كيف ما قلت من بنزرت، مع حادثة هزت الرأي العام نهاية الأسبوع في بنزرت وتونس الكل. الحقيقة سيدة متزوجة عمرها 20 عام حامل في شهرها الخامس تطيح من فوق سطح دارها الكاين بحي الصحة في بنزرت، ربي يرحمها وينعمها ويصبر عائلتها. طبعا الضحية وفاها الأجل في المستشفى الجامعي لحبيب بوقطفة في بنزرت بسبب الكسور الخطيرة، رغم تلقيها الإسعافات العاجلة مع وجود شكوك حول إمكانية وجود شخص قام بدفعها من سطح المنزل. النيابة العمومية قامت بفتح تحقيق فوري طبعا باش يقفوا على ملابسات الحادث، ظروف الوفاة متاع السيدة هذه ومستجدات التحقيق. نحبوا نعرفوا وين وصل ورواية العائلة. ناخذوها من عند أخت الفقيدة عايشة معنا. مرحبا بك عايشة. مرحبا يا عايشة. أول حاجة البركة فيكم وربي صبركم جميعا. عايشك يا شختي. عايشك عايشة. نحبوا نعرفوا شنو اللي صار، على خاطر برشا ناس قالوا لي هي حادثة ربي يرحمها وينعمها، لكن زادة فما شبهات أنه فما شكون دفع أختك من الخامس إتاج من الطابق الخامس، وتحقيق في الثنية هذية. شنو عندكم أنتم معطيات وحسب رأيكم أنتم شنو اللي صار بالضبط؟ باهي أختي، هي أول حاجة أختي ما طاحتش من مسطح، أختي طاحت من الشباك، من شباك مع خلافا للرواية اللي دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، مش من سطح وإلا من شرف، من شباك بيت نومها، من شباك بيت نومها أو شباك بيت نومها عالي. عالي معناتها تقول أنت مش بتاع واحد يتدعثر ويتيح و... إيه تحتك تحتك، مش بتاع واحد في الدعثر ومش يتيح. أختي كانت قبانة في دار بابا ثلاث شهور. أختي حبلة في شهرها الخامس. اختي ديما في مشاكل معاه، ديما يغلط فيها. يعني تقصد المشاكل معاه تقصد في زوجها؟ كانت غضبانه في دار زوجها، كانت غضبانه في دار بابا طوال 3 شهور اختي. من ديسمبر جانفي وفيفري تعاركت هي وياه، ديما يضربها تغضب ترجع، يضربها تغضب ترجع. احنا كعائلتها حميناها، قلنا لو خليت نطلق ويدي معناها هي ما حبتش تطلق، قالت نسير خلينا نرجع راضي بالك ربي يهديه. اي شفتو كيف حبلت اختي، عرفت عام يعني حتى عام ما عملتوش اختي، عرفتها 4 ابريل هذه اللي عرفتها. اختي حبلة في شهرها الخامس، انا بنت فرحانه بها تنقص اختي تشيرها في الدبش، بنتها تقول بنتي مش تجيني في جويليا، تقول بنتي شو سميها اختي شو اقول لك. لطف عليك عايشة، أنا نجم طبعا نجم نفهم، وإن شاء الله ربي يرحمها وإن شاء الله تكون في مكان خير من اللي احنا فيه يا عايشة. لكن توا المسألة الكل في الحق متاحة وظهور الحق متاحة، نحب نعرف التحقيق وين ماشي. هل توجهت تهم مباشرة لزوجها أو هي تخمينات وكهوى وإلى اعتقاد وكهوى؟ أيوة شوف احنا عندنا ثقة في القضاء التونسي أكيد.
ومتأكدين إنه حققتي بالشهر وعندنا ثقة في الأمن التونسي. حتى الأمن التونسي ديلتها جاي للسبيتار وهزوا وحقوا معاه وهو في إيقاف موقوف. هو معناتها زوجة توا موقوف والتهم موجهة لي وتحقيق قاعد هو توا في الإيقاف قاعدين يحقوا معاه على خاطر فما برشة يعني معطيات ضده جاية. خاطر لقاء طبيب ديجا على أول ما شافها قال راهي عندها أثر عنف كبيرة، ما نحكيوش على الطيحة هذيك، نحكيو على فما زاد وجود أثر عنف قال شديدة. معناتها فما الطبيب الشرعي مازال التقرير نتاعو خرج ولا مازال عايش؟ خرج. أما قبل حتى ما معناها نهار اللي طاحت مع نهار اللي أختي مضروبة في السبيتار قبل حتى الطب الشرعي ما يشرح ولا ما يخرج تقريره ديجا بالعين قال راهي عندها أثر عنف كبيرة. وأختي مش أول مرة تتضرب، أختي سبق ضربها وعندي تساور، عندي مساجاتها الكخي والفوكو عندنا زاد شكون اللي يشهد إلا هو ديما يقدر فيها. هي شيء تحكيهولنا وشيء تخبيه، تقول لك خلني هني على روحي متسيرش بالك ربي يتصلح بالك بالصغير ربي يهديه. هي أختي 3 شهور قلت لك في دار بابا ونبوس اللي خلينا نشقوا أقصى على خاطر هو كان 3 شهور كان لا يكلمها لا يجيها لا يسأل عليها، بالعكس كان ديما جدا يقول لها إن شاء الله الله لي وسطك سالمة لأنك لصغيرك. بعد كي جي هكا تودنكو في الأخر ولا يطلب فيها يجا عنا معناها الزبال نتاعو الكل يطلب فيها يقول لها إيجا أرجع 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 معناتها مدة كاملة ما يسألش من بعد ولا بإلحاح يحبها ترجع للدار. ليلة اللي باش تروح معناها قبل حتى بنهارين يلح اللي باش ترجع ديجا عندنا معناها مصورين الزبال نتاعو الكل فهمتني، ومن حتى المساج قالها إيجا روح فهمت شنو. أختي مشات تبقاها 9 سنين الصباح بينت وقدت ومشات لزويرتها باش يبانها معناها راجلها حن قلبه على كل بنية، تقول لك معاك ربي يهديه حن قلبه. مشيت لدارها أختي يا أخي هو الله أعلم، احنا قلت لك كما قلت لك احنا عندنا ثقه في القضاء احنا مجرد احنا يعني شكوك ومجرد احنا ناتيو راينا حسب ما نعرف اختنا وما نعرف احنا الداخليه. وكما دخل هي ترجع للقضاء وان شاء الله يا ربي حق اختي ما يضيعش حق اي امراه هكا ما يضيعش هذا اللي احنا نتمناه اللي حقها هو اللي يظهر انها تظهر حقيقتها وتاخذ الحق نتاعها وهذا اللي نتمناه بالطبيعه. عايشة نحب مرة أخرى نقول لكم البركة فيكم وربي صبركم إن شاء الله يا ربي يرحمها ونعم. قولي عايشة سامحني زاد إلا أكثر زاد خلتنا نشكو إلا هو فكلها تليفوناتها الزوز. أختي روحت نهار 2 آخر مكالمة بينا إحنا وياها نهار 5 الصباح برك حكيت ديزون 10 تاع الصباح من وقت ما عادش لازم نكلموها جملة نطلبوها ما تهزش علينا حتى نهار الجمعة نطلبوا فيها ما هز علينا هو راجلها من بعد مدة راهو هز قال راهي تليفوناتها عندي. قلت له اختي علاش تليف اختي الكبيرة قلت له علاش يا اخي قال لها لا تليفوناتها عندي اني مش نخدم تو نروح تو نكلمها تو نطيح ساعة. قلت له باهي زدنا نص ساعة هاو ربع ساعة هاو نزلت هاو في الاخر حتى للعشية معناها باش نزلنا نكلموها اختي حكيت لها متاع العشية العشية كيف كلمتها اختي قلت لها تكلم بالسيري فيا قلت لها اختي لاباسه قلت ما جاوبتنيش ما ديك هي قلت اختي قلت لها يا رانيا وقتاش تجيني هي تستنجد بينا تستنجد قلت لها يا رانيا وقتاش تجيني قلت لها اختي انا جايتك تو احنا خاطر في سوسه وهي امي في بالبرد قلت لها باهي يا رانيا قلت لها باهي يا رانيا فهمتني بعدك قص التليفون بعد كي يحكي دقيقتين ثلاثة يطلب أختي هو يقول لها أختك رمت روحها هو اللي يتكلم باش يعلمكم انتوما هو أختك رمت روحها معناها سامحني امرأة حبلة فرحانة ببنيتها جيتك حمام مسكينة فرحانة كلمة أختي قلت لها وقت جايتني معناها ما نظنش كانت تحب كان هي عملتها بحكي من وحدها عشان ما عملتش الصباح عشان وقت اللي انت غادي كي في الدار العنف اللي عليها معناها بلوس هذا كل انتحلوا الصفة في فتنة هما عايشة في السبيتار أمه قالت تحكي في السبيتار الأساسي هي أمها
ما في السبيطار قد مرويحهم على اساس امها وابوها عائلتها، وعلى اساس هي طاحت طلقت تحت الدروج، وهم عائلتها معناها باش تعدل حكيها من غادي لغادي. نشكر برشا 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 الامن، خاصه الامن بنزرت، رئيس المركز، الاعوان الكل وقفوا معانا، الطب الله يرحم والدين، الناس الكل اللي وقفوا معانا، الصحفيين، التعليم، الله يرحم كل انسان وقف معانا. حسبي حسبي الله ونعم الوكيل، عندنا ثقه في الامن التونسي، ثقه في القضاء التونسي، وفوق الناس الكل هم ربي، وربي ما ضيع حق حتى عبد. اكيد عائشه، انا مره اخرى نحب نشكرك، شكرا لك اللي خذيت الوقت باش تقدم الشهاده نتاعك هذه، على خاطر كيف ما قلت قضيه هزت الراي العام نهايه الاسبوع في بنزرت في تونس الكل. مشيت ضحيتها الشابة في مقتبل العمر، عمر 20 عام، حامل في شهرها الخامس، والشكوك تمشي نحو آن فيمينيسيد، معناتها عملية قتل ضحيتها السيدة اللي كانت تعيش تحت التهديد والعنف مع زوجها. اليوم ما فما حتى شيبات، لكن فما تحقيق يفتح، الزوج موقف اليوم وقاعد يحقق معها، حتى شيء ما هو ثابت. كما قلنا الأمور ماشي في تخمينات من العائلة طبعا، ولكن زاد وقائع قاعدين القوات الأمنية يحقوا فيها لإثبات الحق متاع عائشة. إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها ويظهر حقها، هذا اللي نتمناوه طبعا الناس الكل. رجعنا على الحادثة هذه بأكثر تفاصيل مع أخت عائشة، شكرا لك مرة أخرى اللي عطيتنا ثقة باش تكون معانا وتحكينا الحكاية الكل كما انتم عشتوها في العائلة متاعكم، ومرة أخرى ربي يرحمها وربي يصبركم العائلة الكل. خليكم معانا احنا باش نمشي ونحكيه على قضية أخرى وعركة على أرض وعلى ورث وعلى غيره، وضحية أخرى ومرة أخرى سيدة ضحية الحادثة هذية نحكيه عليها شوي أخرى. مع الناس الحادثة صارت نهاية الأسبوع، وفاة مرأة في العقد السادس من العمر، أصيلة منطقة الهرهار تحديدا في سبيتلة في ولاية القصرين. تتوفى السيدة هذه نتيجة عملية دهس بجرار فلاحي، زاد ربي يرحمها وينعمها، معركة تنشب بين زوز عائلات، السبب متاعها قطعة أرض يتم خلالها تبادل العنف، وخلفة حالة من الاحتقان في صفوف الأهالي حسب التصريحات الأمنية اللي وصلتنا زادة لهنا واللي وصلتنا شهادات فيها. السيدة المتوفية تم تحويلها في البداية إلى المستشفى المحلي في سبيتلة، ومنه تحولت للمستشفى الجهوي في القصرين وين لفظت أنفاسها الأخيرة وتوفيت، ربي يرحمها وينعمها. جريمة وإلا حادث، هذي الكل مازال ماهوش واضح. ابن الضحية يكشف تفاصيل خاصة مع الناس، ومعنا مباشرة ولدها عيسى هرهوري. يا عيسى مرحبا بك. السلام أختي، مرحبا بك. أول حاجة يا عيسى بارك فيكم وربي صبركم على وفاة الوالدة. إن شاء الله بديت أختي عايش. عايش خويا عيسى. عيسى شنو اللي صار بالضبط؟ شنو الخلاف وشنو اللي صار للوالدة متاعك؟ أول حاجة سعنا نسمع تو في التقديم اللي هي مثلا صارت العركة على قطعة أرض. هذي تقريبا المعلومات اللي وصلتنا، وضح لي أكثر. هو هنا غلط الحكاية. قل لي عيسى، قل لي صحيح. أنا العائلة دي هم أقاربنا ولاد عمنا، معناها أم الولاد هي بنت عمنا والبو هو ولد عم بابا، يعني شفتي كيفاش عائلة في بعضنا. باهي، قرابة من جهتين نقول واحد. بشرتين، ونحن الكل نحب أرض الدولة، يعني نجو في آخر نقطة في الهرار نجو منها للدولة. وسبب المشاكل اللي دي مش أول مرة تصير عركة، معناها ناس برشا مرات تصير على العركة لحكاية الأرض تاع الدولة هذه، لكن المرة هذه أختي صارت على طريق اللي قدام طبتي يهزني من داري لسبيت، اللي يهز المريض واللي يهز المشي لهابط. أي شو المشكلة في الطريق هذا يا عيسى؟ علاش بديت المشكلة؟ الطريق هذا قاعد هو كي جاء بالدراكتور جاء باش يحرس الطريق باش يسكر علينا، معناتها باش يحرس الطريق هذاك اللي خرج اللي هو مسلك فلاحي ويزرع فيه. مسلك فلاحي في الأرض الدولة. الحكم أنا خيمتي ثم المعرس جديد عنده جمعة في دار نسيبه. وحاضر كان الوالد وخويا اسمه عثمان. مشوا لهم كلهم وقالوا له ولد أخوي باش تحرس أرض الدولة برا في الطريق، ما تحرس ليش الطريق وبرا امشي، معناها امشي برا غانو الدولة قدامك برا حوت تصرف أنت وياه. أنا قاعد في القهوة ومع حكيت ساعتين ومعي صحابي تشهد فما قهوة تشهد، كلمني خويا قال لي يا عيسى اجري امك تشهد. قال لك شنو قال لك يا عيسى؟ خاطر ما سمعنيش سمحت. هو طلب خويا قال لي اجري، راهي امنا ماتت. الله اكبر، ربي يرحمها. الله اكبر. القهوة تبعد حكيت كيلومتر ونص، فهمت مكسومة، وصلت حكيت الدرجين هكاك نلقي السيد هذا ابو الولد اسمه ولدين وذريح، واللي قتل امي هذا بالدراكتور، فهمتي؟
لقيت امي طايشه ومرتي وصغاري وخيمتي تيد ولا يتباكوا عليه. انا هبطت قلت له انا نضرب في الخلية وصدقيني نضرب في حالتي وامي طايشه في الخليه فهمتي طايشه في الخليه وما حبش يخليني وصغار وما حبش يخليني عبوا حتى فكرها باش تنقذها ونقول له يا دور دين اخويا عايش خويا راهي امي ماتت خليني الزومبي يقول لي لا على ولده يقول له كملوها هي راكبه هي سيدي ثلاثة صدقيني امي هزتها هزه واحد هزه وطفل واحد بركه وقعدت انا غادي باش ما تصيرش كارثه اخرى باش ما تحش رقاب اخرى خاطر شو اللي عرفت سيدك العزيز امي ريتها ميت فك العزيز امي دي اللي حدوكم بيه يقول لك قطعه ارض والله لازم قطعه ارض وخرج الامر تم معينات هي قطعه الارض انا قدام الدوله وطريقي يهز خرجنا في الكل فهمتي جايب له طريق وذي حكيت برتويت قديمة ومخنخل عليها فهمتي انا نحب نعرف يا عيسى خاطر انت قلت كلمه انت خطيره معناتها الحكايه توا اكيد فما تحقيق في الغرض انت قلت هذا قتل امي معناتها انت نتوما اليوم واجهتوا له التهم هذيا السيد هذيا حاضر خويا وحاضر بابا راهي حاضرين هما اللي شادوا عليه معناتها اليوم السيد هذيا توجهت له التهم مباشره حاضرين حتى مسكينه مش ما لحقتش من الاول هي امي ليها الله يرحمها عاد الله يرحمها يوجع فيها صدقيني كنت شو سمعت الحس لحقت سكريتها غادي لحقت سكريتها وخوي يكلم فيه وبعد يكلم فيه يقول لي يا ودي خلي طريقي يديك ربي برا هز حتى يجي فهمتني حتى يجي عباد اخر تظهر بيناتها ويجي الحاكم بعد كل شيء وهو يخدم الدراكتور وينادي بها هما هاربوا وهي قاعدة مسكينة بعد على الدراكتور حول ولا قوة الا بالله عيسى السيد هذايا اليوم موقوف وبي وحرر فيه بي الغريبة اخر حاجة هو والسحاب يقول له لا خلينا ننقذ امي خلينا نهز امي لقاها مطيشة زراي صغاري وصدقيني عادي طفله من 4 سنين تحملت وتبكي ويقولوا غير هزوا ويقولوا لا بتسيبوها مش هي راكبه هي سيري ثلاثه صدقيني بمسحها بالبيض والله وامه اللي بتحبطها الدم غيرها بمسح تضرب في خيوتي بالمسح وما عم فاضي كلام راهي شاريه بمسح روى صوري انت براك براها مسكينه والله صدقيني الا الماء قليله وناس طيبه وناس واحده بعدها بشهر سعيد والله كنت تحبي تخرجي لعرشي ودواري وش يصيرها لكن يقول لك واحد راهي خايبه واحد نشوفك يا عيسى نشوفك يا عيسى ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها ويتقبلها ان شاء الله يا ربي في الجنه انا مجرم هذا ما قبلش صدقيني السيد هذا شاري لينا عدو ما قبل ما شيء اول مره فما حكيت له شهور ثاني كنا متحركين احنا وياه احنا نفس الحكايه وصلنا للحاكم وفضلت بيناتنا عبيد معناتها مش اول مره تصير مشاكل مع السيد هذا مش اول مره توصل حتى للحاكم وغيره مش برشا مرات صدقيني جي 4 مرات نتعاركوا ونضربوا ونضربوا بحزمه ونوصل للحاكم وتجي عباد تفضل باسم الاقاربيه باسم الواحد تفضل المره زي السيد هذا هذا جاي براكب عطيه دراكتور وكل ورحي بيه العباد صدقيني كانت شوفي احنا عملنا معاينه فهمتني وخرج وشاف لقاها مطارده لقاها الراجل مكسر هندي ومكسر برشا معناتها كي تبعوا التراس تبعوا الاثر نتاع التراكتور يلقاوه مشي خرج معناتها من المسلك هذاك وعفس الدنيا باش يتعقى خرج من المسلك هذاك وعمل مطارده ودير على الاقل 150 مره يطارد فيها يطارد في خيوتي من بلاصه لبلاصه فوري انت مرتي وصاري ما خلوهمش باش يهزوا جديها معناها ينقذوه لا حول ولا قوه الا بالله عيسى احنا حبينا ناخذوا الشهاده نتاعك انا نحب نشكرك مره اخرى ان شاء الله ربي يرحم الوالده وربي يفضلكم انتم والبركه فيكم ان شاء الله ربي خاصه يظهر لها حقها هذا هو المهم اليوم فما تحقيق في الغرض السيد هذا موقوف اللي هو متهم في القضيه هذه اللي كان ثبت هذا الكل ولي قتل عمد معناتها اليوم تسمعوا في عيسى يقول لك اللي عملنا شافوا السيركوي نتاع التراكتور هذا باش يشوفوا التراساج منين مشى يلقاه خرج على المسلك نتاعو برشا مرات وهو في ملاحق للناس هذوما هما يحاولوا ينقذوا الوالده نتاعهم مره اخرى ربي يرحمها وينعمها هذايا صايره وخلافات زاده وين تنجم توصل عيسى شكرا لك مره اخرى اللي كنت موجود معنا اليوم في مع الناس وباش نقعدوا في متابعه للتحقيقات هذوما الاثنين اللي تعرضنا لهم اليوم في مع الناس باش ناخذوا عليهم اكثر تفاصيل وناخذوا زاده المآل نتاع التحقيقات هذايا وين وصلت وشنو النتائج نتاعها خليكم معانا احنا بعد شويه باش نهزوكم لسوسه ومستير ونحكيو على السرقه نتاع الكابل اللي الناس الكل تحكي عليها في تونس الكل تفاصيل تجينا شويه خير لهنا في مع الناس 550 707 مرحبا بكم الناس الكل هذه مع الناس حتى الماضي ساعتين والناس في سوسه ومستير يحكيون على
بلاغ يجينا من مواطن على مركز لتجميع وحرق الكوابل النحاسية المسروقة، اللي الحكاية ولات معروفة عند القاسي والداني، سرقة الكوابل هذه النحاسية المبلغة. تقول أنه فما مكان في الطريق الرابط بين الوردانيين والثريات يتم فيه تجميع كوابل متاع النحاس اللي تم سرقتها بطرق مختلفة، وين يتم حرقها زادة بطريقة تخلف برشا دخان أسود وروائح كريهة في المنطقة. تفاصيل البلاغ مع المواطنة سلاف اللي معنا مباشرة. مرحبا بك يا لالا. سهلا عكيم. شكرا لك يا لالا اللي انت موجودة معنا لهنا في مع الناس. عايش بارك الله فيك. حكاية الكابل هذو ما بين الوردانين والثريات هكا تقول لنا. سما جيرين بحذين طريق اللي يخرج من الوردانين يمشي للثريات، معناتها يمشي لعدل توسة. اي. احنا نسكنوا غادي، معناتها سما برشا جيرين هذوما ناس يحرقوا في الكوابل يجيبوا فيها يسرقوا فيها حتى مش كون يجيب لها. وديتوا يا معناتها نقطة متاع تجميع يحرقوها باش يذوبوها ولا كيفاش؟ يحرقوا في الكوابل معناتها ينحوا لها كل البلاستيك ممكن يهزوا يبيعوه. اي معناتها يهزوا ما باش الناس تتبعنا، تو احنا عندنا تصويره هكا تزيد تفسر للناس اللي قاعده تسمع فينا. ياخذوا لي كابل هذوما ينحيوا اكل الغلاف هذاك، ياخذوا النحاس يبيعوه والباقي يحرقوه بحذاكم انتم. يحرقوا فيه كل البلاستيك هكا ينحيوا البلاستيك بالحرق، فهمت؟ فهمتك. وورك البلاستيك هكا يصيب ريحه، هي ريحه لوحدي تخلق كان نشرة دش معناتها مغسول وكل لازم تعاود تغسل يشقوا الدخان هكا ينتن يولي ريحته جيفه ما تنجمش تلبسوا. كان نشرت كوفرتيات زاده كيف كيف، معناتها متقلقين مخنوقين بالدخان ولا ليل ونهار. مشينا اتصلنا بالمركز خرج لهم نبه عليهم يركحوا مده ورجعوا تو يحقوا بالليل وساعات بالنهار، معناتها ما حبوش يرزقوا حتى شيء. والحاكم ما هيك اللي غادي ما يعمل عين رات وعين مرات. عين رات وعين مرات. يلا سوليف راي المشكله معناتها والله انا يعيشك على بساطة الشهادة، قالت لي ننشروا الحوايج الروائح تلصق في الحوايج. وهي مشكلة كبيرة برشا برشا برشا. الجماعة يجمعوا في الزيتون هربوا، خلاو الصرافة وخلاو الفرس والزيتون وهربوا، ما نجموش يجمعوا من الريحة. بالله قداش مثلا في المدة الأخرانية لسوليف قداش تعاودت من مرة الحكاية في نفس البلاصة؟ نفس البلاصة هي نفس البلاصة. ديما بطريقة دورية معناتها ديما. ديما ديما ليل ونهار. قداش عندها تقريب الحكايه ذي من اللي بديت؟ البارح برك يحرقوا من 8 ونص حتى الماضي الساعه نتاع الليل، تعرف الدنيا مغفلقه بالدخان ما نجمش واحد حتى يرقد. ما نجمش يرقد. معناتها هذه الحكايه ولات كيف ما يقولوا على عينك يا تاجر، معناها هاوكا قدام الناس الكل وهاوكا معناتها اليوم شركات الاتصالات تعاني والناس تعاني والكابل نتاع النحاس يتسرقوا في كل مره وفي الولايات الكل، والمواطنين قاعدين يراو يعيشوا فيه يومين يحرقوا بحذاهم في الكابل هذوما، وكل يوم يصير شيء هذايا بسوايع كبيره نتاع كيوم 8:30 حتى العشر كما ولا نص الليل كما قالت لي سلاف، وكل يوم تقريبا معناتها في منطقه معينه ويجيو نحن شهادات. والعمليه هذه ما ينجمش حتى لتوا ما يصيرش توقيف نتاعها، ما حاجه اقرب للخيال العلمي بالنسبه لنا، خاطر راهو بريسك بطريقه اسبوعيه يجيونا بلاغات على حكيت هذوما ونحكيوا عليهم. لا سوليف مشيتوا شكيتوا كلمتوا الحاكم؟ مشينا شكينا. شو يقولوا لكم؟ خرج لهم الحاكم والكل نبع عليهم، قال لهم ما عادش تحكوا ركحوا نهيرين كذا عاودوا كالعاده ولا ليل ونهار. ينبهوا عليهم ما عادش يحرقوا يا اخي ما فما ديكابل فما مسروق زاد، شنو ينبهوا عليهم الا سوليف؟ ما فما ديكابل مسروقين راهو معناتها فما قضايا اخرى فما جرم اخر. احنا نبهنا عليهم احنا نتشكاو من الدخان، فهمت؟ من الدخان ومن الريحه هذه اللي خلقتنا. هما انا نبهنا عليهم الحاكم، انا كم كون نبهنا عليهم وانا شنو احنا حتى التصوير ما نجمش خاطر نتهربوا من مشاكل ومن نولي. نفهم طبعا. وهو حتى احنا نحبوا نقدموكم باسماء مستعاره وغيره، نقدموكم باش ما نحفظوا الهويات نتاعكم، وما نحبوا حتى ضرر يجيكم بالطبيعه ولطف عليكم الناس الكل. لكن مهم هاو سيدي في منطقه لهنا بين السوسه والمنستير، نحكيو على منطقة بين الوردانين والثريات يزيدوا يحدوا لكم أكثر، يتم فيها حرق الكوابل النحاسية. الناس اللي يسمعوا واللي يتبعوا يعرفوا اللي دايرة ومش منطقة متاع تخزين متاع ديكابل، هذوما ديكابل مسروقين ما نجمش تكون المصدر متاعهم حاجة أخرى. يكلموا الوحدات الأمنية، الوحدات الأمنية تتعدى يقول لك أنا نبهنا عليهم. يا ودي شنو نبهنا عليهم؟ هذه المصدر متاعها سرق، المصدر متاعها سرق، يشكيوا منه كل شركات الاتصال وكل الناس اللي عندها الكوابل هذي، واللي يقول لك نعملوا ديزانستالاسيون ما يتعداوش عليهم 24 ساعه ما عادش نلقاهم. دونك هذا مشكل حقيقي ويصير في عده ولايات، مش كان في الجهه هذه بالذات، لكن حكينا عليه برشا مرات وفي عده ولايات، والحقيقه لازمها
حل وحل واضح وصريح. السيدة هذه ببساطتها تقول لك احنا يا اخويا قلقنا الدخان اللي هو الناحية البيئية، وقلقنا اللي احنا ما نجموش نتنفسوا، ما نجموش ننشروا، ما نجموش نعولوا، ما نجموا نعملوا حتى شيء في المنطقة هذيك الكل على خاطر يجي الدخان هذية وحرائق بالساعات. على كل هذوما الناس اللي يبلغوا ويقدموا المراسلات متاعهم كل يوم لهنا من ماضي ساعة ونص حتى الماضي ساعتين في مع الناس. شكرا لك أسامة صافي في الإعداد كالعادة، شكرا لك أمينوس في الإخراج والمرافقة اليومية، كل فريق الإخراج الرقمي، إيهاب عبدو، كل الفريق في برنامج مع الناس. شكرا لكم أنتم اللي تبعتونا وتتصلوا بنا كل يوم على 58 550 700 و7. كنت معكم زينب مالكي، خليكم مع بقية برامج إيه فام في لمان مع الناس.